السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثاني من محاضرتنا بعد ما عملنا ريفيو لقواعد التكامل اللي درسناها في 101، بدنا ندرس بعض طرق التكامل، كيف نكمل اقترانات غير الرولز اللي درسناها قبل وغير طريقة التعويض اللي أخذتوها في 101. فأول طريقة اللي هي الانتجريشن باي بارتس. بدنا نجاوب في هاي المحاضرة عن سؤالين. السؤال الأول، متى بستخدم هذه الطريقة؟ When we use this method. والسؤال الثاني، How to use the integration by parts to evaluate عشان نقدر نحسب التكاملات. هلا لو صادفك تكامل لأن ال x over x dx، مباشرة رح تفكر by substitution. فمتى كنت تلجأ تفكر بالتعويض؟ إذا كان عندك حاصل ضرب اقترانين وأحد الاقترانات مشتقتها موجودة، فلاحظ إنه اقتران لأن الإكس مشتقته موجودة اللي هو واحد على إكس، فكنت مجرد إني أفرض اليو هي لأن الإكس دي يو اشتقيت لأن الإكس اللي هي دي إكس أوفر إكس، ومنها دي إكس هي عبارة عن إكس دي يو. فلما عوضنا هون مكان لأن الإكس عوضت يو، مكان دي إكس عوضت إكس دي يو، اختصرت الإكس مع الإكس، فصفى عنا تكامل اليو. هلا تكامل اليو هو يو تربيع over 2 plus c، ومين هي اليو؟ اللي هي لين الاكس. فكان التكامل هو لين الاكس الكل تربيع over 2 plus c. now لو صادفني التكامل x لين الاكس dx، لاحظ هذا التكامل لو كان دون لن الاكس تكامل اكس فيش مشكلة، ولو كان تكامل لن الاكس هون حتصادفك مشكلة لانه ما بتعرف ما هو الاقتران الذي مشتقته لن الاكس. ناو مشكلتنا انه في عنا حاصل ضرب اقترانين، ما بقدر استخدم هون السبستيتيوشن لانه مشتق لن الاكس مش موجودة. فهون بدنا نفكر بطريقة تانية تحللنا هاي المشكلة، والرح يحل هاي المشكلة الطريقة الجديدة هي الانتجريشن باي بارتس. فمتى حنفكر نستخدم التكامل بالأجزاء؟ إذا كان ضرب اقترانين وأحد الاقترانات سهل أكامله والاقتران الثاني سهل أشتقه. هلأ إكس لن الإكس، لاحظ إكس الإكس هو سهل اشتقاقه، ولن الإكس تعرف مشتقته، لكن هل بعرف تكامل لن الاكس؟ اكيد لا. معناته مين رح نشتق هون؟ اكيد رح نفكر انه نشتق لن الاكس، كلاهما بتعرف مشتقته ولكن ما بتعرف انت تكامل لن الاكس. ففي هاي الحالة بدك تحدد اول خطوة، ما هو الاقتران اللي بدنا نشتقه وما هو الاقتران المفروض اكامله. فالقاعدة للانتجريشن باي بارتس، الرول اللي رح نتبعها، the integral u dv، u يمثل اقتران و dv اقتران، حاصل ضرب اقترانين احداهما سهل تكامله والثاني سهل اشتقاقه. فلاحظ الاقتران u هو الاقتران اللي بدي اشتقه، والدي في هو الاقتران اللي رح اكامله. فالقاعدة بتحكي لنا u في v minus the integral v اللي هو تكامل الثاني في مشتقة الاول. وليس بالضرورة انه الاقتران اللي بالاول اللي هو الاشتقه، اللي بيكون اسهل عليك اشتقاقه هو اللي رح نفرضه. فهي القاعدة بدنا نحفظها اللي هي الانتجريشن باي بارتس، u دي في بتساوي الاقتران الاول في تكامل الثاني ناقص إشارة هاي التكامل موجودة تكامل الثاني في مشتقة الأول. هناك بعض الأسئلة مجرد ما تطلع عليها رح نعرف إنها integration by parts. أول حالة، إذا صادفك تكامل كثير حدود، هذا الكثير حدود كان مضروب إما ب exponential function أو كان إنه مضروب بالاقتران b للقوة cx plus d. ونتذكر البي شروطها إنه b ما بتساوي الواحد والبي أكبر من صفر. إذا كان هذا البولونوميال مضروب، هاي إشارة عنا ضرب sin ax plus b dx، trigonometric function إما الساين أو الكوساين وهاي الزاوية linear، حنفكر إنه نستخدم by parts.
السؤال المهم ويعتبر نصحا للسؤال، ما هو الفانكشن اللي رح نشتقه فيهم كلهم؟ أكيد حنفرض البولونوميال هو U، لأنه لما تشتق الباور عنا رح تصغر، وهذا الاقتران رح يكون هو عبارة عن DV. وعشان نوضح القاعدة أكثر، for example the integral x over ex dx، طبعا عدم وجود الـ e للقوة x ما في مشكلة، لأنه تكامل الـ x x تربيع 2، وعدم وجود الـ x برضو ما في مشكلة، لكن ضرب اقترانين، هذول الاقترانين بقدر أكتبه x e to the power minus x dx. لاحظ عنا ضرب اقترانين. أهم خطوة تحديد الـ u والـ dv، الـ u هي عبارة عن x والـ dv هي عبارة عن e to the power minus x. لو فكرنا نفرض العكس، إنه أشتق هذا الاقتران وأكامل الـ x، السؤال رح يصير معك أطول، الباور رح تزيد، لكن لما أفكر دائماً البولونوميال هو x فالباور بتقل. نشتق du equal dx، ورح نكامل e للقوة سالب x اللي هي تكاملها minus e للقوة سالب x. حسب القاعدة اللي أخذناها، التكامل by parts u في v minus the integral، معناته رح أطبق على هاي القاعدة اللي رح يعطينا x e to the power minus x، في عنا هون إشارة سالب، ناقص تكامل سالب e to the power minus x dx. هاي القاعدة اللي تعلمناها جديد، هون بصادفنا تكامل بدنا نعرف نحله، سالب x e للقوة سالب x، سالب في سالب موجب، وتكامل e قوة سالب x سالب e قوة سالب x plus c. هذا الجواب بإمكاني أكتبه بطريقة ثانية، خذ e قوة سالب x عامل مشترك. Now لو صادفني تكامل x over cosecant 2x، لاحظ هذا التكامل هو نفسه x sin 2x، عدم وجود الساين ما بيخلي مشكلة، تكامل الـ x x تربيع 2 وعدم وجود الـ x فيش مشكلة، لكن لاحظ عنا بولونوميال x في ساين 2x، حنفكر إنه نستخدم by parts. مين حنفرض الـ u؟ أكيد حنفرض الـ u هي البولونوميال x، ومين الـ dv اللي هي عبارة عن ساين 2x. ناو رح نشتق الـ u du، شو مشتقة الـ x؟ dx، مشتقة الـ x واحد، وتكامل sin 2x هي عبارة عن cosine 2x minus over 2، هاي أنتي derivative لsin 2x. القاعدة شو بتحكي لنا؟ u في v ناقص تكامل v du، نطبق القاعدة مع بعض، minus x cosine 2x over 2 ناقص ناقص بتصير موجب تكامل cosine 2x over 2 dx. عشان نكمل، شو رح يعطينا التكامل؟ سالب x cosine 2x over 2 اللي هو هذا الحد الأول، بدي أكامل كوساين 2x على 2، شو بدي أكامل كوساين 2x على 2؟ اللي هي ساين زائد ساين 2x على 2، وفي عنا 2 من أول، يعني 2 ضرب 2 زائد c، فهذا هو الجواب النهائي. حاول إنك تحل the integral x square e to the power 3x dx. لاحظ هون ضرب اقترانين، أكيد حنفرض الـ u اللي هي الـ x تربيع، والـ dv هي e قوة 3x، بس حنضطر نستخدم الـ integration by parts أكثر من مرة، اللي هو مرتين. أوكي. الحالة الثانية اللي ممكن أفكر فيها الـ integration by parts، إذا صادفنا تكامل، هذا التكامل احتوى على اقتران لن الاكس، اقتران اللن، أو اقتران اللن مضروب بفونكشن، أو ما بي إنه يصادفني تكامل لن 2x plus 1 dx، أو يصادفني تكامل
لين اكس الكل تربيع دي اكس او ما بيصادفني تكامل جذر اكس لين اكس and so on. اللي عم بيميز هدول التكاملات وجود اقتران اللين، ولم استطيع اجراء هذا التكامل بالتعويض. فلاحظ وجود اقتران اللين، ما في هناك اقتران بعرف مشتقته، يعني ما هو الاقتران الذي مشتقته لين الاكس ما تعلمنا. في هاي الحالة حنفكر انه نستخدم باي بارتس. فيهم كلهم مين هو اليول؟ هو اللين. يعني هون جذر الاكس لين الاكس اكيد رح افرض هاي اليو، فهذا الفانكشن حنفرض هاي اليو. So for example the integral لين اكس دي اكس، حنفكر باي بارتس. اكيد الفانكشن يو اتفقنا اللي هو مين؟ لين الاكس، لاني ما بعرف اكامله فاكيد هو المشتقه، ودي في هي دي اكس. ما هي مشتقة لين الاكس؟ مشتقة ما بداخل القوس على الاقتران نفسه. So du by dx هي عبارة عن واحد على x. وما هي تكامل dv v equal x؟ أذكرك هون ملاحظة صغيرة هنت اللي ما بيعرف مشتقة اللين، إنه d by dx لا لين g x هي عبارة عن مشتقة ما بداخل القوس over g of x provided that g of x is positive. نكمل سؤالنا. القاعدة بتحكي u ضرب v ناقص v du. So this equivalent x لين x minus the integral x في 1 على x dx. واضح هاي القاعدة طبقنا. هاي x مع هاي x بقدر اختصرهم x لين x تكامل الواحد اللي هو x plus c. Another example. طبعا قد يكون التكامل محدود، ما رح تفرق برضو الطريقة، رح نضل نفكر by parts. لاحظ هذا التكامل x تربيع لين x، أكيد هذا الاقتران رح أفكر أشتقه لأني ما بقدر أكامله وحنشتق البولونوميال. معناته مين هو اليو؟ اليول هو عبارة عن لين الاكس، ومين دي في اللي هي عبارة عن اكس سكوير. دي يو ما هي مشتقة لين الاكس؟ مشتقة ما بداخل القوس على الاقتران نفسه. وما هي تكامل الاكس تربيع اللي هي الاكس تكعيب على 3؟ القاعدة بتحكي لنا انه يو ضرب في ناقص في دي يو، فهذا رح يعطينا x تكعيب على 3 لن الاكس ناقص the integral x تكعيب على 3 في 1 على x dx. بنخلي التعويض اخر خطوة، وهون هنا علامة سؤال كيف بقدر اكامل هذا التكامل. واضح للكل بتقدر تختصر هاي الx مع الx تكعيب، بضل عنا x square. So this equivalent to x تكعيب over 3 لان الx minus 1 over 3 تكامل الx تربيع اللي هي عبارة عن x تكعيب على 3. Now بإمكاننا احنا نعوض بالحدود اللي هي من 1 ل e. نعوض بالحد e تكعيب على 3 لان ال e ناقص 1 على 9، 3 ضرب 3 في اي تكعيب ناقص، رح نعوض 1. هلأ لأن الواحد صفر فهذا الترم رح يروح من عنا، فرح يضل عنا هون ناقص ناقص 1 على 9. ناو لأن الاي equal 1، فالجواب اي تكعيب على 3 ناقص 1 على 9 اي تكعيب زائد 1 على 9. وبرضه هون نتذكر بالمية وان so not إنه لين الإي equal one ولين الوان equal zero ولين الزيرو هو مقدار غير معرف. وإذا كان عندنا لين x to the power r equal r لين x provided that x is positive و r هي أي رقم في الريال number. Another example the integral from minus 1 to 1 ln x plus 2. وجود اقتران اللين ولم نستطع ان نحله by substitution حيخلينا نفكر by parts. فلاحظ ما هي اليو؟
لين اكس بلس 2. وما هي الدي في؟ دي اكس. ناو دي يو مشتقة ما بداخل القوس 1 على اكس بلس 2 دي اكس. وما هي تكامل الدي اكس؟ اكس. القاعدة كمان مرة، يو ضرب في ناقص تكامل في دي يو. نطبق القاعدة مع بعض، اكس لين اكس بلس 2 ماينس ذا انتيجرال اكس اوفر اكس بلس 2 دي اكس. وهون عنا علامة سؤال، كيف بإمكاننا نكمل هاد؟ تعلمنا بالمية وواحد، طبعاً في أكثر من طريقة. لما تتساوى درجة البسط مع المقام بإمكاننا نعمل قسمة طويلة، لكن من 101 كنا نضيف ونطرح الرقم الموجود بالمقام. ممكن واحد تاني يفكر تعويض، برضو تفكيرك صح لو فرضت هاي x plus 2. Now x ln x plus 2 minus the integral، رح اضطر اضيف واطرح 2 over x plus 2. ما غيرنا السؤال. هلا هذا التكامل بامكاني اوزع البسط على المقام. So this equivalent x ln x plus 2 minus the integral x plus 2 over x plus 2 minus the integral 2 over x plus 2. طبعا هون dx dx. هلا هذا الترم وهذا الترم 1، ما هو تكامل ال1؟ ما هو الاقتران الذي مشتقته واحد؟ اكيد x. So this equivalent x ln x plus 2 minus x سالب في سالب عندنا هون positive 2 over x plus 2 اللي هي ln absolute value x plus 2. لاحظ عندك تكامل محدود from minus 1 ل 1. رح أعوض 1 واحد زائد 2 اللي هي 3، فهاي لن الثلاثة ناقص 1 زائد لن الثلاثة، عوضت مكان الواحد، ناقص بدي أعوض minus 1 minus 1 plus 2 واحد، هذا الترم رح يكنسل، ناقص 1 وهذا الترم ناقص 1 زائد 2 0. الجواب النهائي، لاحظ بإمكانك تختصره، هون سالب 1 وزائد 1، هون سالب 1 وزائد 1، بإمكاني أختصرهم مع بعض، فالجواب النهائي اللي هو عبارة عن yeah 2 over x plus 2. فلاحظ هون عنا الكونستانت 2، نسينا الكونستانت 2. اوكي 1 على x plus 2 yeah exactly. Now التعويض لما جينا عوضناها يعوضنا الواحد، ما في مشكلة، ناقص نرجع نتأكد من الماينس 1، هذا الترم 0 هذا 1 وهذا برضو 0 مضروب 2، ما في مشكلة، هذا الترم وهذا الترم التغوا، فالجواب 2 لن الثلاثة. 2 لن الثلاثة بإمكاني أكتبه لن الثلاثة تربيع اللي هو لن التسعة. من الاقترانات المهمة حنفكر باي بارتس إذا وجد في الاقتران الانفرس للترايجونومتريك فانكشن. وجود الانفرس للترايجونومتريك فانكشن ولم تستطع إجراء التكامل باي سبستيوشن، حنفكر إذا نستخدم باي بارتس. ناو تان انفرس الاكس، مين حنفكر إنه نفرضه اليو؟ لاحظ إنه تان انفرس الاكس ما بستطيع أكامله، فأكيد رح أفرض اليو هي تان انفرس الاكس. فإذا صادفنا اقتران احتوى على الانفرس للترايجونومتريك فانكشن، سوف يكون الاقتران هو يو. اقتران الانفر يعني الاقتران العكسي للاقتران المثلثي هو اللي رح نفرضه يو. وما هي دي في؟ اللي هي عبارة عن دي اكس. القاعدة، ما هي مشتقة تان انفرس؟ دي يو باي دي اكس مشتقة ما بداخل القوس اللي هي 1 على 1 زائد اكس تربيع. وما هو تكامل دي اكس اللي هو عبارة عن اكس؟ القاعدة بتحكي لنا هاي ضرب هاي ناقص تكامل. So this equivalent x tan inverse x ناقص تكامل
x على 1 زائد x تربيع dx. عندنا سؤال هون، كيف حنكمل هذا التكامل؟ لاحظ انه البسط مشتقة المقام، فلو ضربت باثنين وقسمنا على اثنين ما رح يتغير الوضع، فرح يعطينا الجواب النهائي x tan inverse ال x ناقص نص ln 1 plus x square plus y. طبعا ما في داعي ناخذ absolute value لسبب انه هذا المقدار positive وهذا positive، فما في عنا مشكلة. نكتب هون نوت، نتذكر كمان مرة مشتقة التان انفرس انه d by dx لا تان انفرس g x هي عبارة عن g prime ال x over 1 زائد g x square. another example x secant inverse ال x. وجود الاقتران secant inverse ال x حيخليك تفكر نستخدم by parts. ما هو الاقتران اللي رح نشتقه؟ اكيد هو عبارة عن secant inverse ال x، فرح افرض ال u هي secant inverse ال x، ومين ال dv؟ x. now ما هي مشتقة secant inverse ال x؟ du by dx هي 1 over the absolute value of x، بس ال x positive فما في داعي لل absolute value، في x square minus 1. وما هي تكامل ال x؟ اللي هي ال x تربيع على 2. القاعدة اللي حفظناها u ضرب v ناقص، فرح نطبق على القاعدة x تربيع على 2 secant inverse secant inverse ال x u في v ناقص تكامل x تربيع على 2 x السكوير روت ل x سكوير ماينس 1 dx. هاي ال x مع هاي ال x عندنا كنسلوا، عندي هون علامة سؤال، كيف بستطيع إجراء هذا التكامل؟ لاحظ المقام x تربيع ناقص 1 مشتقته موجودة، فرح أفكر أحله by substitution. فلو فرضت إنه t x سكوير ماينس 1 ومنها dt هي 2x ومشتقة الواحد صفر، ومنها dx هي عبارة عن dt over 2x. رح نرجع لتكاملنا، وآخر خطوة حكينا منعوض x تربيع over 2 secant inverse x ناقص the integral x مكان dx، رح أعوض dt على 2x وفي عندي 2 موجودة في السكوير روت لمين؟ t اللي هي x تربيع. هذا الترم وهذا الترم كنسل، هاي رح يعطينا x تربيع على 2 secant inverse x ناقص 1 على 4 جذر t اللي هي t قوة نص، ارفعها للبسط t للقوة سالب نص، فلو كملت تي للقوة سالب نص اللي هي تي للقوة نص، ومين هي تي؟ اللي هي اكس تربيع ناقص واحد للقوة نص على نص، يعني ضرب تنين. اختصرت هون شوية خطوات بإمكانك تعوضها مباشرة، اللي هي من واحد لتنين. رح نعوض، رح أعوض أول إشي بالحد تنين مكان كل اكس تنين، عوض اكس تنين أربعة على تنين سيكانت إنفرس التنين ناقص ربع، بأعوض تنين أربعة ناقص واحد جذر الثلاثة، هذا المقدار بالتعويض مكان التنين ناقص إكس تربيع على تنين بأعوض واحد نص سيكانت إنفرس للوان ناقص ربع، طبعا واحد ناقص واحد صفر، سو هذا الترم خلاص ما إلنا في داعي. هلا بهمني هون في التبسيط اني اجاوب سيكنت انفرس التنين، ما مقدارها؟ ما هي الزاوية التي مقلوب جتاها اثنين؟ شو هي الزاوية المقلوب جتاها اثنين؟ اللي هي عبارة عن اي زاوية؟ 60 اللي هي باي
over 3. فبالنهاية إنه نكون عارفين. طب secant inverse 1 ما هي الزاوية المقلوب جتها 1؟ هي أي زاوية؟ الزاوية 0. فزيرو هاي تمثل angle، هي عبارة عن زاوية. For example the integral cosine ln x، لو كان عنا تكامل كوساين الاكس، لاحظ هذا التكامل فيش مشكلة لأنه الزاوية اكس. هون وين المشكلة؟ المشكلة في لن الاكس، معناته رح أفكر أول خطوة إنه تعويض. أفرض التي هي لن الاكس ومنها دي تي مشتقة اللن 1 على اكس دي سوري أوكي مباشرة بإمكاني دي تي by dx equal 1 over x ومنها dx هي عبارة عن x dt. فمعناته هون مش مباشرة أجزاء، في عنا فكرة تعويض لأنه الزاوية مش لينير، وإذا كانت الزاوية مش لينير ما بستطيع إجراء هذا التكامل. فأعطانا هذا التكامل the integral cosine t ومكان dx هي x dt، لكن هذا التكامل فيه مشكلة، ما بصير يكون عندنا هون variable t و variable x، فهذا المتغير x بدي أحاول أكتبه بدلالة t. من الفرض t بتساوي لن ال x، معناته مين هي ال x؟ هي عبارة عن e قوة t. خذ ال e للطرفين فصار عندنا التكامل the integral e to the power t cosine t dt، وبالتالي هذا التكامل by parts، بس رح نلاحظ فيه ميزة غير عن التكاملات اللي قبل انه رح يتكرر معنا. now ما في مشكلة من نفرض ال u او ال dv، لو فكرت تفرض ال u هي e قوة t، إذن صار السؤال هذا التكامل و dv هي مين؟ cosine t dt. now نشتق هذا الاقتران du بتساوي e قوة t dt، رح أكامل الكوساين. شو تكامل الكوساين؟ ساين، ما الساين هو أنتي ديريفاتيف للكوساين. القاعدة شو بتحكي لنا؟ u ضرب v ناقص تكامل v du، معناته صار عنا السؤال، صار عنا السؤال بهاي الطريقة إنه تكامل e قوة t كوساين t هي عبارة عن هذا الترم في هذا الترم e قوة t ساين t ناقص تكامل e to the power t ساين t dt. هلأ هذا السؤال هاد كمان مرة باي بارتس، مين رح نفرض ال u؟ رح نفرض ال u اللي هي عبارة عن e قوة t، ومين هي ال dv اللي هي عبارة عن ساين t. رح أشتق ال U، شو مشتقة ال exponential؟ نفسه في مشتقة ال power، ورح أكامل الساين اللي هي سالب كوساين T، لأنه مشتقة ال cosine سالب ساين. هلأ شو صار عنا التكامل؟ صار عنا التكامل بهاي الطريقة، صار عنا التكامل إيه؟ مش احنا بنينا هذا التكامل e للقوة t كوساين t هي عبارة عن e للقوة t ساين t ناقص هذا التكامل e للقوة t ساين t، هي جوابه هذا التكامل u في v ناقص، بدنا نعوض مكان هذا الجواب، يعني رح اعوض اوكي شو رح اعوض؟ ناقص تكامل e للقوة t ساين t، لاحظ احنا اشتقينا هون اوكي dv كملنا الساين، شو تكامل الساين اللي هو ماينس كوساين، وشو تكامل هون عنا الكوساين اوكي. هلا e للقوة t ساين t ناقص u في v اللي هي عبارة عن ماينس e قوة t كوساين t ناقص، وفي ناقص بتصير عنا موجب تكامل e قوة t كوساين t dt. now هذا التكامل اللي عم بسألك عنه
لاحظ هون هذا التكامل رجع متكرر صح؟ ايوه هذا تكامل مثل هذا التكامل بإمكاني أنقله للطرف الثاني. لاحظ هو هون مضروب بسالب، فلما أنقله للطرف الثاني رح يصير موجب، فرح يصير عندنا تكامل إي قوة تي كوساين تي زائد سوري دي تي زائد تكامل إي قوة تي كوساين تي دي تي. ليش زائد؟ لأنه عندك هون ماينس مضروب بالقوس. رح أنزل الترم الأول إي تو ذا باور تي ساين تي زائد إي للقوة تي كوساين تي. هذا التكامل زائد هذا التكامل حيعطينا تنين إي للقوة تي كوساين تي دي تي إيكوال إي للقوة تي ساين تي بلس إي تو ذا باور تي كوساين تي. عشان أحصل على هذا التكامل رح أقسم على تنين، وما ننسى مين هي التي، مين هي التي؟ اللي هي لين الاكس. فالجواب النهائي the integral e للقوة t cosine t هي نص اوكي دي تي. ومين هي تي تاعتنا؟ e للقوة the integral e للقوة t إي للقوة تي كوساين تي زائد إي للقوة تي كوساين تي. هدول جمعهم هم تنين، ونزلت هذا الترم ساين تي. تي اللي هي لن الإكس ساين لن الإكس بلس إي تو ذا باور لن الإكس كوساين لن الإكس. مور إكسترا إكزامبل تو براكتس أكتر حاول إنك تحل إي للقوة جذر الإكس كوساين جذر الإكس. رح أعطيك هنت هون إنك تفرض التي هي جذر الإكس، وهون ما بقدر أحله مباشرة، أكيد بدي أفرض التي هي جذر الإكس. طبعا رح أنزل أنا كل الهوم ورك، رح أعمل أسايمنت في نهاية الشابتر ويكون الهوم ورك عندكم. أنذر هوم ورك هي همينة التكامل من صفر لجذر الثلاثة اعتنين ساين انفرس الاكس. اكيد رح نفكر باي بارتس، مين الاقتران يو اللي هو ساين انفرس الاكس، والدي في اللي هي عبارة عن دي اكس، الاقتران اكس ساين تو اكس من صفر لباي، التكامل اكس بلس اكس كوساين اكس. اكيد كوننا شرحنا باي بارتس رح نفكر باي بارتس، لكن ممكن بعض الاسئله اول اشي نعمل تعويض بعدين باي بارتس. وحاول تفكر كمان اخر سؤال سيكانت جذر اكس دي اكس. هيك بنكون انهينا بعض الافكار التي تتعلق باي بارتس. بتمنى انه نحل هاي البروبلمز نهايه كل